عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا رب الجميع يكون بخير. قبل أي حاجة عايز أقول لكم الراجل ده خطفني. والله العظيم. نايم في سرير مرتاح وتمام التمام لقيته يقول لي ما تقوم يا عم أنت خلينا نعمل حلقة. بقى كتير بقى وانا بصراحه ما كانش عندي اي ادنى استعداد ان يعني اقعد قدام الكاميرا واشرح واتكلم. لا والله على فكره الشخصين مختلفين انت وانا بكلمك ولغايه لما جيت للبيت بس دلوقتي لما قعدنا صدمت معاه فهو فعلا عرف يصطادني الحمد لله. وطبعا وحشنا جدا الهاني والقعده الحلوه وانتم كمان وحشتونا جدا وان شاء الله عمل النهارده يعجبكم ان شاء الله باذن الله. لهم بقى انت العمل عشان انت اخترته بايد اصله عمنا عمنا زكريا احمد اصله فاشتغلنا نروج برضه حاجات احنا وهو شيخ شيوخ الطرف يعني وله اسلوب خاص استاذ كبير فاحنا خده من العمل من الاعمال اللطيفه يعني واللي في الودن كل الناس محبوبه جدا الا وهو الورد جميل, جميل. وفعلا الورد جميل. الورد جميل اكتر بصراحه بلحن كلمات كلمات بيرم التونسي بيرم التونسي والحان عمنا زكريا احمد واداء كوكب الشرق ام كلثوم واداءه هو كمان وهو وانا كمان زي قلت لك قبل كده كان جالي قعده مره كان هو وليلى مراد والست ام كلثوم وقعدوا كل واحد يقول الكوبليه وبتاع وكانت قعده جميله قعده خاصه يعني بصراحه الله. كانت جميله جدا يعني الله. وتقريبا منتشره دلوقتي موجوده على النت يعني. طيب مقامنا راحت الارواح راحت الارواح اللي هو من على درجه السي نص بمول اساسه من السي نص بمول وبيعمل فوق حجاز على الدكة هزام مصور على السي نص كانه مقام هزام ولكن مصور على درجه السي نص بمول وطبعا عم الشيخ بقى هيروح لايه لكل او اغلب المشتقات المستخدمه في المقام ده يعني ان شاء الله. طيب تقول المقام كده نسمع المقام نقول المقام سي دو ري مي فا سول لا سي سي لا زول فا مي ري دو سي الله الحساس حساس ايه درجه العراق درجه العراق طبعا معانا السي نص بمول المي بمول الفا دياز تمام نعم. ونشوف بقى جوه التحويلات ان شاء الله. طيب نقول المقدمه كده نقول المقدمه الاول هنقولها سولفايا مره واحده عشان اللي عايز يعزف ماشي كويس يلا 2 3 كبير عمل حاجة في اللازمة أول مرة ما قال سي سول لا سول سي سول لا سول تاني مرة لما قال لا سول فا سول لا يعني سيكونس غير كامل صح بس عايزين برضو نقطة مهمة الفروس ديز طبعا الفروس ديز يعني كانوا بيعمل رصد النوى استلف كده الفروس ديز عربت ايه نقل على لم حجاز نعم نعم طيب الغنى هنا
رجع لاساس المقام على اساس هو راحت الارواح جنس الجزع يعني بياكد كده الركوز الركوز اساس المقام بالظبط. طيب هو فيش فيه اي تحويلات مفيش حاجه بالظبط. طيب شوف يعني اسلوب الشرح ده اللي هو الكلام بيشرح يعني وانا بحب اسمعها من زكريا اكتر من كلثوم على فكره طبعا اللي بيشرح بيشرح الكلام الوان جميل الوان الورد جميل الله. يعني شوف هو يعني جمال اللحن بيوضح قوي جمال الورد هو كمان بيقطع تقطيعه خاصه بيه هو مفيش حد بيعمل ما يعملش الشغل دول غير زكريا على فكره واخدهم منه حرفيا رحمه الله عليهم طبعا جميعا استاذنا الكبير محمد عبد المطلب في نفس السرد واسلوب الغنى كانه بيقلد زكريا احمد يعني نفس المدرسه نفس المدرسه مدرسه الفئويه في وبرده بحبه يعني صيطه اصل يا جماعه اللحن درس واللي بيشرح درس لازم يفنط له كده للدارس عشان تفسير. يفهم تفسير بيفسر الانغامه بايه يلا طيب ري مي فا مي ري سي دو ري دو سي ري مي فا مي ري سي دو ري دو سي إذا هداك حبيب لحبيب إذا هدى الورد حبيب لحبيب يكون معناه وصاله قريب شوف الصبور وتعلم وتعلم بين الحبايب بتكلم شوف 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 الصبور ده فين بيلعب في اساس راحه الارواح يعني حتى لما وصل بالظبط خدوا ظهر المقام الاساسي كله كامل اكد المقام كامل هو بس كان في يعني عربه كده عملها اللي هي الفابيكار لمسه يعتبر هنا اسمها ميديز ما نقدرش نعليها فوق يعني طبعا كانه وركز على حجاز الدوك طبعا طبعا عشان ياكد جنس الفرن بالظبط كده طيب طيب تمام الكوبليه وبعدين نفس المزيكا بتتعاد مره ثانيه ولكن بتسليم على بياتي الدوكه وهنشوف ازاي نقول المزيكا كمان مره يا مايسترو ماشي مره واحده يلا اساس المقام بتاعنا اللي هو السي نص بيقول فكده يبقى عمل لنا مقام ايه يا مايسترو الاوراق يا ريس الاوراق يا ريس ماشي يا ريس فجنس او بنسبه سيكا على درجه على السي على مع بياتي على الدوكا فالتوتال ده عمل جنس او مقام اسمه مقام الاوراق وتعلم
الجزء الاعاده للايه نقول بقى النقلتين دول. الحته دي فيها طبعا بيغني في البياتي ده اساس النقلة الدوكا وبعدين عشان يرجع لريحه الارواح بالجمال ده وشوف كمان الكلام بيقول ايه عيونه تقول معانا زول ها راح عملها على عملها على ايه على المية مش كده لما يقول ليه لانه هو كان وبعدين لمس الدودي فكانه مستعار كانه مستعار لكن هو عامل نهواند الري رسمي لان الركوز يعني هو الركوز خلينا بس نوضح لهم لو كان لو كان مستعار يبقى ازاي ولو كان مايا يبقى ازاي مايا يبقى ازاي لو مايا كان هيعمل الدوبي كار يعني طبعا لا لا انا ما اقصدش كده لكن هو قال اقصد لو كان مستعار مؤكد انه يركز على النص هو مستعار انه يبقى كده لكن هو ما قالش السينوس هو قال ايه عيون تقول ما انا زول الوقوف على الدو دييز مش على السينوس لو كان قال ما انا زول لو كان قال كده يبقى كده مستعار رسمي ولكن كده نعتبره تجنيس للدوكا نهاوند الدوكا تجنيس نهاوند الدوكا وبعدين قال ايه بقى خلينا بعيد رجعنا للمي بمول عشان يعمل حجاز للريح عشان يعمل خلينا بعيد خلينا بعيد عمل نفس العربه لا شويه ميدييز اللي هي الميدييز ايوه عن العمان ورجع طبعا لايه للمذهب اللي هو شوف الزهور وتعلم وبعدين هيرجع لنفس المزيكا الاولانيه خالص بتسليمه ايه حجاز الدوك عادي ونفس بتاعت الاول خالص نفس الاولانيه ويركز على برضو ايه سي دو ري دو سي دو سي شوفوا الياسمين جميل نسان غير بدل الارمشات اللي كان طالعها دي هيغير الجزء بقى اللي فات ده هو سلم راحة ارواح الغنى وراح بادئ غنى من الدرجه السابعه للمقام ودي حاجه مش مطروقه طيب هو بس هنا يعني هو لف لف طب بس هو لف لف حلوه خصوصا يا مايسترو في المقام ده تحديدا لان نغمه الله تمثل خمسه الجنس التالت الجنس الفرقه يعني ري ري فا لا هي نغمه صارخه ومهمه في المقام مش سبعه زي بقيه السبعات المقامات الثانيه يعني ما عشان سبعه صغيره كمان يعني او مش بالظبط سبعه صغيره لان هي بالظبط يعني لا هي تون فهمني ولا هي نص تون فهمني نقول سبعه متوسطه بقى. متوسطه كان بالظبط ما لو نقول لفظ متوسط بس هي الفكره ان هو هنا عمل حواري شوارع طبعا. يعني حسسك ان هو كانه هيقول نهوان دري كانه بالظبط ده في الاول كانه هيقول حجاز وبعدين هيقول نهوان وبعدين يعني هو موه الموضوع كده لفظ يعني بياخدك كده شوارع فعلا تمام حواري فالجزء الاولاني بعدين خلي بالك كمان اللحنيه بتاعته والسرد والنغمات القريبه من بعضها والكروماتيكات اللي استخدمها تديك احساس بيشوفوا الياسمين جميل نعسان حليل النوم على الاقصر يعني بيعبر برضه بالكلام عشان الكلام بيقول كده بيعبر عن النعسان والخمول وبتاع ف معلش نقول دي تاني عشان في وجهه نظر حقيقيه اقول لك هنا انا بس مش عايز الباقي انا عايز الحته دي ان هو هنا كانه بيقول نهاوند الري ولو ونزل للدوبي كار خلي بالك لو كان راح للسينوس مباشره
هو ده بقى المايا بالرسمي. لكن هو راح عامل ايه المي بيمول. فالمي بيمول عشان اقول لك انا راح انا راح نغمة اللمسة الاخيرة نغمة ومقصودة وحلوة. نعم حلوة جدا طبعا جدا. طبعا 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 جميلة. يعني باختصار هي كروماتيكات دي ادتنا نعم. احساس فعلا انه عبر عن الكلام في ان الياسمين نايم وحليله النوم على الاغصان. يعني نايم ومستكانيس مبسوط على الاخر. طيب ال- 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 القوة بقى هنا فين غير اللازم غير الغنى اللازمه الموسيقيه الاولانيه اللي هي بتعتمد على الاربيجات واللي هي فيها صحوه بقى رصد رصد صح تصاعد الرصد بالظبط كده الاربيجات بالتصاعد على سيري دو مي سيري فا نص دو مي سول ويغني من الله تاني يرجع يهدى يعني لازمه في السول ويغني في الله شفت ال ابداع بصراحه يعني انا عجبني قوي فكره السيكونس الاربيجي اللي طالع ده كانه بيعمل فاهمني كريشندو كريشندو ومنزله والاجمل بقى ان الشيخ سيد يقول ده الشيخ زكريا سوري ما بقولش يقول الشيخ زكريا يقول ده بالكلمه شوف 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 يعني تعبير مسرحي يا بيه مسرحي يعني سبحان الله سبحان من خلق فأبدع ربنا سبحانه وتعالى خلقه وخلاه يبدع يبدع هو نفسه يبدع في 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 الكلام الموهبه دي في احساسه سبحان الله بعدين في المره الثانيه راح قايل فاميري سيدوري بوسي احنا فين بقى يا سيدي الفاضل شوفوا الياسمين جميل هنا احنا تقريبا الكلام معكوس او احنا بدرنا كوبليه عن كوبليه بس مش تفرق بس مش جاي بس ده كوبليه منهم يعني لو كنا جبنا كوبليه اللي قبليه والحنان بعد لازم على طول ريمي فا مي ري سي دو ري دو سي بكل حنان تضم الايد بكل حنان تضم الايد وبيه تزدان صدور الجيد نفس العربة اللي استخدمها بتاعت الميدييز عشان خاطر يعمل الحجاز ولا ناس ووفق قوي في كلمة تضمه تضم بكل بكل حنان تضم على النص بمول الضم نعم. دايما بيناسب النص بمول يناسب نعم. دايما الحزن والاحتواء والضم والشجن بالظبط كده وبيهتزدان صدور الجيد هي صدور الجيد المفروض نعم. مكتوب هنا العيد الجيد اللي هي الجيد الرقبة يعني وبعدين عادي بقى المذهب نرجع للمزيكا نفسها الاولانيه نعم. خالص اللي هو نهايه المذهب وفي بعض التسجيلات في المقطع ده تحديدا اللي هو بتاع يا فل يا روح غالبا بيدخلوا على طول من غير مزيكا من غير مزيكا يعني بعد ايه شوفوا تعلم يا في بعض احيانا بس طبعا بترجع برضو الحفلات وظروف الجمهور ساعات يختصروا ساعات يفضل يقول لازمه كده يعني طيب الاحلى طبعا يتقال المزيكا يعني هو بعد كده رايح يعمل رصد رصد على النوى رصد صريح رسمي وبعدين لكل حبيب تقول بلغاك حبيب مشتاق بيستناك التقطيعه دي بقى متخصص فيها عم الشيخ زكريا
من سمات الشيخ زكريا. يلعب بالكلمة ويروح ويجي كده. أيوة أيوة. بكل حنان. لا مش بكل حنان. لحظة. لكل حبيب طول بلواك حبيب مشتاق بيستناك شوف الظروف وتعلم بين الحبايب تتكلم شوف 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 في يا بني ادم في محفوظه انت قلتها لي من شويه برضو نقولها لهم لربما يقف هو ده اللي متعرف عليه ركزه الفاضيز قبل النزله دي قلت لي في تسجيلات تانية في تسجيلات ثانيه بتقول من السين ايه على طول شوف الزهور يعني من غير شوف على الفاضيه من غير ركزه الفاضيه دي اللي بيبهد بيها هي اتغنت كده واتغنت والله الاثنين حلوين الاثنين حلوين وبصراحه يعني يعني ركزه الجول والثانيه بالنسبه لي اقوى من الفاضيه دي يعني اصل يعني يشدك شده يشدك لتحت مره الشده دي بالظبط حلوه طبعا. لكن الوسيط اللي في النص بتاع الفاضيه ده يعني بماهر هي تقريبا اللي غناها الشيخ زكريا على طول على الريك هي اللي على طول على نزلت على نسبه السيك تحت يعني نزلت اللي غنتها ام كلثوم هي اللي فيها الفاضيز تقريبا يعني لم اكن مقتنع الله الله وطبعا يا فل يا روح يا روح الروح من شم هواك عمره ما ينساك النشوة دي اختار لها مقام الرصد عشان يبقى في صحوة كده واخد بالك من الاختيار الناس دي يا جماعة ما كانتش بتلحن وخلاص لا 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 والله علم النغم كان معشش جوه وجدانهم بالظبط الله يفتح عليك وجدانهم مسيطر عليهم لذلك الحاجة لحد النهاردة عايشة وهتعيش مش هتتنسي لا 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 يعني انا اشوف انا ممكن اقول مثلا سمعتها سي 1000 مرة ولو سمعت لو قاعد في كافيتيريا او على البحر او في اي مكان وسامعها برمي ودني اسمع تاني وبكتشف حاجات في كل مره تسمع حاجات ايه ده معقول طب انا المرات اللي فاتت دي كانت فين كده يعني سبحان الله وكل على فكره كل عايز اقول عليهم عظماء الفن زمن الفن الجميل دي ما اقدرش اقول عليهم غير عظماء يعني طبعا طبعا دايما اعمالهم في كل مره تسمع حتى لو قعدت تفسرها وتفصصها في مرة تانية طلع حاجة تانية احساس مختلف أدري مثال بسيط في حاجات كتير عملناها في تفسير الأنغام لما بعد فترة مثلا شهر كده ولا حاجة أحب دايما أرجع للحلقة أشوفها تاني أشوف إحنا قلنا فيها إيه ألاقي في درر تانية ما قلناهاش والله بس إحنا بنقول يعني إحنا ماشيين كده لكن في حاجات بتعدى علينا ماشيين بالبركة يعني إحنا مش بنحضر وتحضير بقى يعني وهنقعد لا 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 هو هي جمال القعدة بتاعتنا دي إن إحنا قاعدين معاكم كده ببساطة يعني كأننا قاعدين على قهوة في كافيه وبنحكي وبنسمع فبنحلل وحاجة كده يعني بس هو معانا آلة وبنجرب بيها يعني ونتمنى إن إحنا يعني نكون ننال إعجابكم ونكون بنسعدكم وسامحونا ان احنا بنتاخر عليكم بس والله غصب عننا ظروف العمل وظروف الدنيا بقى وما فيها اعتقد كفايه كده طولنا عليهم طيب كالعاده بقى في اخر الحلقه ما تنسوش الاشتراك في قنواتنا قناه الاستاذ شريف وقناه المايسترو محمد الفكهاني وافتكاسات الفنون وقول ميوزيكال سكيلز والقناه الجديده اللي هي المرجع الموسيقي دي لسه جديده معموله بس اللي هي فكره دقيقتين في دقيقتين ميوزك يعني 2 minutes ميوزك فبرضه دي قناه لسه انا عاملها شغاله دقيقتين نبذات عن الحاجات الموسيقيه بتاعتها اللي بقدمها. نرجو ان نلقاكم قريبا على خير ويا ريت الاستاذ شريف بس ما يكسلش تاني واقول لك تعالى تعالى على طول. كسل والله العظيم الموضوع مش كسل بس هو مود وانشغال والله مش اكتر من كده. ان شاء الله خير اوعدكم ان انا هقبض عليك كده كل ما يكون فيه انت شطرتك بقى ان شاء الله باذن الله الى ان نراكم كونوا في امان الله وتصبحوا على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Thank you.